بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده. بوضوح النهارده بيناقش جريمه الاسبوع. انتقلنا بكاميراتنا، كاميرات بوضوح بصوت والصوره، الى داخل قسم امبابه التابع لمديريه امن الجيزه. قضيه هزت راي العام. سيده بتقتل جوزها بالسكينه وبتدفنه تحت السرير. قضية تبدو للوهلة الأولى قضية صعبة، قضية غريبة، قضية شاذة، لكن هنحققها النهاردة في داخل قسم امبابة بالصوت والصورة. طبعا في البداية أنا يعني داخل برحب يعني بسيادة اللواء أيوب أبو رجيلة مأمور اسم امبابة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. وشاكرين يعني طبعا ليكم الجهود الجيدة الممتازة في البحث والتقصي في كشف الجرائم والجريمة اللي احنا جيناها النهاردة بالذات، يعني ليها دلالات معينة وليها أبعاد معينة. هو في إطار إشعار المواطن بالأمن، طبعا احنا بنربط مع المواطنين من كل الأطياف وفي كل الأماكن، فتبلغ لنا من بعض المواطنين في أرض الجماعية بأنهم في ريحة طالعة من إحدى الشقق وإن هي غير محكمة الغلق. طبعا انتقلنا ولقينا فعلا صحة البلاغ، واشتمينا ريحة من غرفة النوم، تبين ان في جثه فعلا موجوده وان الجثه دي مصبوب عليها اسمنت تحت السرير. كلفنا وحده المباحث بفحص الموضوع وفحصوا وتوصلوا الفعلة وتمام. مش غريبه ان الست تقتل جوزها وتدفنه تحت السرير؟ زمان سمعنا على اللي بتقتله تحطه في اكياس، وسمعنا يعني، لكن تقتله وتحطه تحت السرير، يعني ايه المؤشر؟ هل في طرق تغير في اساليب الجريمه؟ هو اللي اتضح ان هو كان تقريبا بيشتغل مهندس وعاطل او ما بيشتغلش بقاله فتره، وطبعا مش قادر يوفر احتياجات البيت، فهي طلبت منه كذا مره ان هم ينفصلوا وما استجابش ليها، وحصلت خلافات ومشادات قبل كده. وطبعا هي دي جريمه دلوقتي بقت متكرره، وبقى العلاقات الاجتماعيه ما بقتش زي زمان، والعلاقات الزوجيه بصفه خاصه. و عموما انا يعني اسمح لي ان انا نخش بقى الاسم ونبدا تحقيقنا في هذه القضيه. اتفضل. شكرا. اتفضل. تعرف بسيادتك. اول ما بحث الاسم يا فندم. احنا جايين هنا نحقق في قضيه، مش عارف راي السيادة. سمعت عنها؟ لا. قضيه الست اللي قتلت جوزها تحت السرير. تمام يا فندم. عندك فكره جماعيه؟ تمام يا فندم. كان جالنا بلاغ يوم الجمعه من واحده ست وابنها ان في رائحه كريهه جوه الشقه. فاضطرت تخلي ابنها ينزل، جاب سلم حديد وطلع من البلكونه، نط من جوه البلكونه وفتح الباب لوالدته ودخلوا. فبرضه هي كانت بتقول ان بنتها كانت بتقول لها من يومين ان في فار في الشقه. فدخلت ناحيه اوضه النوم، طبعا فتحت الباب، ريحه زادت، فاضطرت تقلب هي وابنها في الشقه تشوف في ايه. فرفعوا السرير لقوا طبعا حاجه ضخمه تحت السرير مركونه وعليها اسمنت، مش فاهمين ايه ده. فعلى اساس طبعا جم بلغوا في القسم. طبعا انتقلنا بسرعه للمكان الواقعه في ارض الجمعيه في العقار اللي فيه البلاغ. دخلنا طبعا نفس القصه بتاعت الدخول من نفس المكان. نفس المكان. لا، ابنها اضطر يدخل يفتح الباب، يفتح لنا الباب ونطلع عشان ما نغيرش من معلم الشقه اي حاجه. طبعا بصينا لقينا الريحه، فاستنينا برضه لغايه ما جت النيابه العامه وبدانا بقى نشتغل في القضيه. طبعا ما لناش موجوده الست، البنت نفسها اللي مامتها كانت جت دلغت، ما لناش موجوده في الشقه. فطبعا في شك في الموضوع، وهي كانت بعتت رساله لاخوها ان هو سامحوني انا اسفه، خلوا بالكم من عيالي وخلوا بالكم من ولادي وانا اسفه وكده، وكانت سايبه البيت. فعلى اساسه طبعا بدانا نشتغل على البنت دي والحمد لله كان ضبطها يعني. واحنا كمان اسمح لي بقى نكمل شغل. اتفضل يا فندم. ونبدا نحقق احنا كمان بطريقتنا الخاصه بعد اذنك يا فندم. هي القضيه اللي احنا قدامها النهارده فعلا قضيه غريبه جدا، لان هي تفاصيلها لما نستمع ليها ونشوف الطريقه بتاعت ارتكاب الجريمه وبعدين يعني الاهليه بتاعت المجني عليه والمتهمه، ولما نشوف التفاصيل كلها ونشوف الكواليس وايه اللي تم، زوجه بتنتقم من زوجها، فبدل ما تطلب الخلع ولا تطلب الطلاق بتقتله. وسمعنا احنا يمكن عن قضايا كثيره ان في زوجه تقتل جوزها، لكن كمان الادهى ان هي تدفنه، وتدفنه فين؟ تحت السرير اللي هي بتنام عليه، وبعدين بتهرب. لكن قدرت الحقيقه مباحث الجيزه يعني بقياداتها كلها
قدرت ان هي تضبط هذه المتهمة والواقعة. لكن القضية دي فيها ابعاد كتيرة جدا، ابعاد اجتماعية، ابعاد نفسية، ابعاد سيكولوجية، محتاجين ان احنا نقف عندها ونتكلم فيها. فالاول خليني اسمحوا لي ان انا يعني احيي من قام بضبط الامر وعلى رأسهم سيادة اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية ومدير امن الجيزة، سيادة اللواء مجدي عبد العال مدير ادارة عامة مراحة الجيزة، سيادة اللواء خالد شربي النائب مدير إدارة عامة مباحث الجيزة، سيادة اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجنائية، العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال، العقيد إيهاب شربي مفتش مباحث الجيزة وشمال الجيزة فرقة شمال الجيزة، والمأمور العميد بيومي أبو رجيلة مأمور اسم من بابا، وطبعا شكر خاص لإدارة العلاقات العامة بالجيزة اللي هو ياسين صيام. وايضا يعني اتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان والاحترام لمعالي المحامي العام الاول شمال الجيزه معالي المستشار احمد البقري، وايضا المستشار المحترم احمد الحمزاوي مدير نيابه حوادث شمال الجيزه لان هو لتفضلهم بالموافقه على تصوير هذه الفقره. شكرا جزيلا للساده السيد المحامي العام والسيد مدير رئيس نيابه حوادث، شكرا جزيلا. لكن يبقى بقى كولومبو الباحث اللي قدر يضبط هذه القضية، اللي قدر يكتشف تفاصيلها ويكشف عن الأسرار ويضبط المتهمة، سيادة المقدم محمد أمين رئيس الباحث الباحث. أهلا بحضرتك. أهلا بيك سيادة. أهلا بحضرتك. والحقيقة يعني يمكن أنا بهنيك أولا على ضبط القضية، وهي قضية شغلت الرأي العام ويمكن اهتم بها الرأي العام، لأن هي زي ما كنت لسه بحكي تفاصيلها غريبة والجريمة غريبة والدفن تحت السرير دي غريبة. أول مرة نسمع لست إن الست تقتل جوزها وتدفنه تحت السرير وتنام فوق السرير عادي، ولا أكن في حاجة. أحب أسمع من سيادتك الموضوع كله بدأ إزاي وإزاي ظبطت المتهم بعد. إيه يا فندم اللي حصل؟ احكي لي الموضوع. اللي حصل سعادتك إن يوم الجمعة اللي فاتت كان بلاغ بالليل، أم وابنها بيقولوا إن هما دخلوا شقة بنتهم في منطقة أرض الجمعية عندنا في إمبابة، شموا ريحه الخانه نفس طريقه الدخول بتاعه الاخ دخل فتح باب الشقه من على السلم برضو من البلكونه عشان نحافظ على جميع معالم الشقه. دخلنا على المكان اللي وجود الجثه، غرفه نوم رئيسيه حوالي 4 في 3 متر، في دولاب على اليمين الداخل وفي سرير في مواجهه الداخل، الجثه اسفل راس السرير بالعرض، ظهر لينا، الرأس ناحية الدولاب، الرجل ناحية الحيطة، عليه طبقة من الأسمنت والجبس حوالي 5 أو 6 سنتي مغطية الجثة بالكامل. انتظرنا لغاية لما النيابة تيجي تعين والمعمل الجنائي عشان برضه نبقى جهات فهنية بتساعدنا في الفحص. وأثناء وجودنا في غرفة النوم ومعانا الأم والأخ اللي هي أم وأخ صاحبة الشقة، الأخ تلقى اتصال هاتفي، رسالة نصية من أخته مضمونها سامحني وسامحوني انا اسفه حاولوا خلي بالكم من عيالي. فبدانا نتاكد ان 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 الجثه دي هي للزوج وان الزوجه ارتكبت الواقعه وانصرفت. بعد طبعا محاضره النيابه والمعمل الجنائي اتفقنا تبين ان الجثه للراجل والجثه دي خاصه بالمجني عليه اللي هو الزوج. كان باين بقى ان الجثه بقى لها كام يوم ميته يا فندم؟ هو من خلال يعني الفحص المبدئي، من خلال الفحص عن طريق المعمل الجنائي والنيابه واحنا، الجثه بقى لها يعني عدت اليومين ولم تصل اليوم الثالث. احنا كنا الجمعه، فالجثه الواقعه دي خميس وخميس يعني الاربعاء. كان فيها اثار حاجه معينه؟ كان فيها الاثار بس طبعا طبقه الاسمنت اللي موجوده والجبس اللي موجوده ما كانتش مبينه قوي. لما نقلنا الجثه على مشرحه النيابه في زينهم وحضرنا تشريح بدانا نعرف عشان نعرف الاصابات قد ايه بالظبط. يعني بدأنا من خلال حالة الجثة مع الحوار اللي دار بينها بين الزوجة والزوج على المشاجرة بتاعت يوم الأربع، ربطنا إن يكون الواقعة التعدي أو وقعة الإصابة بتاعت المجني عليه يوم المشاجرة في نفس اليوم نفسه أربع بالليل مثلا. حالة الجثة بالحالة اللي عليها بحالة الانتفاخ اللي فيها بالتيبس الرمي اللي بادئ فيها تدي معانا مؤشر إن هي الحادثة دي يوم الأربع. بعد كده بقى اتأكدنا إن دي الزوج، وتأكدنا ان الزوجه هي اللي مرتكبه الواقعه بناء على الزوجه دي هربانه بناء على على الرساله النصيه اللي بعتها لاخوها. بدات الاداره العامه مباحث الجيزه تحط خطه على كيفيه ضبط المتهم. ظبطوها ازاي بقى؟
احنا عملنا خطوط سير دي يعني في خطه البحث الاساسيه بتبقى في خطوط سير لمشاهده واخر خطوط سير للمتهمه بعد الهروب. احنا مشينا في كذا عنصر وده من اهم العناصر ده اللي خطوط سيرها. قدرنا نوصل لان هي كانت اخر مشاهده ليها لسواق تاكسي من نفس المنطقه استقلت معاه بعد نزول والدتها من البيت للبحث عن الزوج. حددنا ليها مشاهده لاستقلال سرقه اجره تاكسي بتاعه احد السواقين من المنطقه المحيطه. قدرنا نوصل له من خلال وصلنا له عرفنا ايه الحوار اللي دار بينه وبينها وعرفنا ان هو نزلها فين. هي في الاول الامر كانت طالبه منه تجول احد المواقف السفر لاحدى المحافظات وبدات يعني هي بتشتكي له ان هي عندها مشاكل في البيت وان جوزها طاردها وبتاع وان هي مش عاوز يخليها تشوف العيال. فبدا هو السائق التاكسي ده يتعاطف معاها، طب انت هتروحي فين؟ انا ما اعرفش اروح فين. فبدا يبرز مساعدته ليها. لما ابرز مساعدته ليها اقترح عليها ان هي تشتغل في احدى البيوت بمنطقه الجيزه او بمنطقه محافظه الجيزه او محافظه القاهره بحيث لو هي جات لها الفرصه ان هي تشوف اولادها تبقى قريبه. هي بدات تخضع للفكره دي على اساس ان هي برضو ظروفها الماديه ما معهاش حاجه ان هي تروح فين او تروح تعيش ازاي. بالفعل رشح لها احد البيوت احد السيدات ست قاعده لمجالستها معاها بالفعل سكنها في يعني شغاله في المكان ده واشتغلت عند الست دي. وهي برضو ادعت على الست ان هي عندها مشاكل مع زوجها وان هي مش لاقيه تاكل وظروفها تعبانه فعاوزه تشتغل عشان مساعده ماديه. بالفعل اشتغلت عندها. لما حددنا السواق وجبناه وناقشناه ابدا استعداد الارشاد عنها توجهنا هو معانا ورحنا على الست اللي هي شغاله عندها وظبطناها من عندها. وما زلنا مع هذه القضيه المتهمه التي قتلت زوجها. تفاصيل اكثر هنعرفها منها هي شخصيا. دينا محمود ودينا ساكنه في امبابه. وانا حابب اسمع منك يا دينا التفاصيل كلها. احكي لي الموضوع من بدايته لنهايته زي ما انت شايفها. وزي ما قلت لك في البدايه انا لا قاضي ولا وكيل نيابه، انا راجل جاي بحاول انقل الحقائق للناس. هو كل الموضوع ابتدى من اول يوم خطوبه. كان في كده هي كان شبه جوازه اساسا من الاول. كان اول خطوبه في حياتك ولا كان في لا كنت مخطوبه 3 سنين للمدرس بتاعي. يعني. 3 سنين مخطوبه؟ اه. ما اتجوزتوش ليه؟ كان مشاكل على الشقه ان هو ما جابش الشقه وما عرفش يجيب الشقه وبابا كان رفض خلاص او ما صح كان قفل منه. يعني هو خلاص انت ما وافقتش بكلمتك انت تجيب شقه فخلاص كل شيء اسمه نصيب. بس اكيد خطوبه يعني 3 سنين يعني ده خطوبه مبنيه على حب بقى يعني لا تقليدي. اه هو صلوان. مدرس شافني في الدرس عجب بيا وخطبني. وبعدين اتفسخت الخطوبه؟ اتفسخت الخطوبه بعديها بحوالي كام شهر. جه عمرو هو قريبنا من بعيد او في قرابه بيننا. عمرو يقرب لك ايه؟ باباي يقول لجدي ابن عمه. باباي يقول لجدي ابن عمه. يعني هي قرابه من بعيد. من بعيد. عامة هي جه قعد معانا وعادي جدا كان بيتعرف على عمه زي ما هو كان جاي بيقول. فلقينا في نفس القعده بيقول انا عايز انزل اجيب الدبل ومش الدبل فما كناش نعرف. بعديها فعلا على طول الخميس اللي بعده اتخطبت. بعديها بقى حصل مشاكل. طب ليه السرعه دي؟ يعني ليه باباكي قبل بسرعه كده فكره انك انت لسه فاكره خطوبتك بتخطبي الاول يعني؟ هو راجل لا بابا كان بابا راجل طيب قوي قوي. وفرح قوي ان واحد قريبه. يعني هو شاف واحد قريبه وفرح ان هيراعي ربنا فيا ان هيبقى كويس معايا. طب وانت كان رايك فيه ايه لما اتخطب لك؟ شفتيه قبل الخطوبه قد ايه؟ كم مره؟ هي مره والمره الثانيه اللي هو نزل جاب فيها الدبل معايا وبس. بس؟ حكمتي عليه في المرتين دول؟ لا ما حكمتش عليه لان احنا اتجوزنا في 3 شهور. يعني قبلتي يعني حسيتي بالقبول؟ دايما يقولوا في البدايه يكون في قبول او ترى. لا مش قبول. هي كان على طول مامتي او بابايا كانوا يقولوا لي ان عامه الجواز التقليدي بيبقى هو بتاع الصالونات ده بيبقى احسن. ان هو هيراعي ربنا فيك ان هو كويس وده غير ان هو قريبك واحنا كمان واقفين لك وان احنا ظهرك ومعاكي. ف فرق السن بينكم كان قريب ولا كان كبير؟ 13 سنه. ده ما فكرتوش يعني ما فكروش ان فرق السن؟ ما كناش نعرف. احنا كنا عرفنا فرق السن ده بالظبط يوم كاتب الكتاب. ليه قال لكم عنده كام سنه قبلها؟ كان حوالي قايل لنا ان هو كان عنده حوالي 30 بعد كده 31 وقف بقى على 31 عرفنا ساعتها 35 سنه كان ساعتها عندي 20 سنه.
فرق السن مش قليل، كنت انت صغيره 20 سنه. هل الاستعجال في الخطوبه ده في بعض الاسر عندنا هنا في مصر تحديدا لما البنت يعني سواء بكتب كتابها او بتكون مخطوبه بيحبوا يستعجلوا بعد كده لما بتفشل الخطوبه، يستعجلوا فكره انها تتخطب تاني بسرعه عشان خاطر ما يقولوش الناس حاجه ولا مش هو فكره خاطئ. هل ده كان موجود في الفكره وانت بتتجوزي؟ لا هو مش موجود في الفكره، موجود ان ان, إن واحد محترم جاي يتجوزك وواحد قريبنا بس، او كل المضمون كان واحد قريبنا وانه كويس ويراها ربنا فيك ونتكل على الله. تمام، اتجوزت. سكنتوا فين بقى؟ في بيت جنب بيت بابا، شقه صغيره جنب بيت بابا. كنت عايزه انت تكوني جنب بابا ولا ده اللي كان متاح؟ لا هي مش حكايه، هو كان عايز يتجوز في شهر واحد، يعني هو كان عايز يتجوز في شهر واحد بس، هي المشكله كلها ان احنا ما كناش لقيناها، الشقه دي كانت جنبنا بالصدفه، وكنت فرحانه فعلا ان انا كنت فعلا جنب بابا وماما. وبعدين مفيش، تكتنا في الشقه بدا يعمل مشاكل كتير معايا من اول اسبوع كمان. ايه بقى المشاكل؟ هو ودني جدا، باين للناس بره ان هو بيصلي فرض الفرض وحق ربنا يتقال، بس مبين للناس ان هو حاجه كويسه قوي بره غير في بيته. يعني بيعمل ايه في بيته؟ المشاكل ابتدت عامه في البيت، هو طيب عشان برضه ملائكته حاضره، ابتدت المشاكل في البيت. بابا كان كل ما يجيب حاجه في البيت لازم يطلعها لينا، لو طبق اكل لازم يطلعه لينا، لو اي حاجه فاكهه لازم يطلعها لينا، النص بالنص، زي ما يجيب ده زي ما يجيب ده. بدا ليه عمرو بدا يتعود حاجه في حاجه، بقى لها من الشغل مش عايز ينزل شغل. طب مش عايز تنجز شغل ليه؟ مش عايز اصحى بدري، مش قادر اصحى بدري، تعبان. ماشي مفيش مشكله، انا كنت داخله بذهب بعته. هل انت كنت مبسوطه الحاله دي اكتر منه؟ يعني انت كنت اغنى منه؟ بصيتلهاش كده، بس كان بابا ساترنا الحمد لله، يعني ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده بابا كان ساترنا. طب انت بعتي ذهبك ليه؟ جوزي، وكان مفيش فلوس في البيت، ما كنتش عارفه ان انا اقول لبابا يعني. هو كان بيشتغل ايه يا عمرو سعد؟ مهندس، بس مش مهندس، هو معاه كفاءه انتاجيه، معاه كفاءه انتاجيه وخد الشغل ده بالممارسه. وانت معاكي مؤهل ايه؟ انا اولى حقوق وما كملتش. عشان خاطر الجواز ولا عشان خاطر؟ عشان خاطر الجواز. ما لحقتش، ما عرفتش اكمل، لان بعديها كان حصل حمل، وبعديها بعد كده وفاه والدي فقعدت. هو كان خريج معهد كفاءه انتاجيه، شغال بالقطعه كده مع بعض الجهات اصلاح معدات هيدروليكيه، بس مش منتظم. بعد وفاه الاب، ابو الزوجه، الشقه اللي هم قاعدين فيها اللي هي محل الواقع دي في بيت والد الزوجه، قعدوا فيها، وبعض فلوسها وبعض المجرات الذهبيه بتاعتها عملوا بيها مشروع الحضاره ده لتحسين الدخل. يعني الزوجه ميسوره الحال اكتر من الزوج. تمام. فهي هو بتشتغل ايه الزوجه يا فندم؟ الزوجه اصلا ما بتشتغلش، هي ربه منزل، بس اساسا لما اتفقوا على المشروع الحضانه ده ان هي هتبقى شريكه معاه في الحضانه، بس احتراما متعلمه هي حاصله على ثانويه عامه، وكانت التحقت بكليه حقوق بس ما كملتش بسبب الجواز، ان هي متجوزه عندها 20 سنه فما كملتش دراسه. تمام. المفروض ان هي كانت هيبقى الاثنين مع بعض في الحضانه، بس اثناء قيامهم بعمل المشروع ده هي حصل الحمل في طفل تاني، وهي على كلامها عندها مشاكل في الحمل فالتزمت في البيت، هو اللي ادار الموضوع. بعد ما فاقت بقى موضوع الولاده بتاعت الطفل التاني، نزلت معاه، هو كان سيطر على الموضوع كله، والماديات بتاعه المشروع كله معاه، بس هو كان في مشاكل مع يعني المشاكل المستمره معاه، ضعف الحاله الماديه. دي بابا كان بيجيب يعني بيصرف على بيته وعلى بيتكم، او بيجيب ليك وبيجيب ليك زي ما بيدي هنا بيدي. مين طلب منك تبيعي ذهبك؟ مش هو، امال انا تطوعت يعني كده؟ مش تطوعت، ما هو انت مش لاقي حاجه في البيت، وفي ناس بتيجي، في ناس بتتردد، وده اول شهور الجواز، بالتالي ان انت ما وقفتش معاها هتبقى او احنا ما تعودناش على كده.
فحصل مشكله، قال لهم بنتكم كان بابا سالني فين الذهب بتاعك، كنت بعتيه ولا فين؟ قلت له لا ده وقع مني، كنت في مصيف وقع مني، وده اتسرق وده اتسرق وده وقع. قال لهم بنتكم كدابه، بنتكم بتضحك عليكم، بنتكم كدبت عليكم، دي بنتكم بعت الذهب عشان. ساعتها بابا قال له كلمه حلوه قوي، قال له انت فعلا انت، انا اسفه انت حمار ما تفهمش، اللي بعت الذهب عشانها يعني عشانك، عشان وقفت جنبك. هي كانت حاجه في حاجه، كانت سلسله لازوردي كانت حوالي 4000 جنيه، وبعد كده اسوره تانية اللي هي الهندي، بعد كده الخاتم والدبله والمحبس، بعد كده خاتم تاني، كل حاجه فيها تمن طبعا بشبه الفطاره بتديها له. اه دايما لما بقعد مع دكاتره متخصصين يعني في العلاقات الاسريه الزوجيه بيقولوا ان اول انطباع في ليله الدخله بيسيب اثر اما سلبي واما ايجابي عند الزوجه وعند الزوج، خصوصا وده يمكن احنا تناولناه في حلقات عندنا في البرنامج، ان بتبقى البنت عشان بكر ما عندهاش اي ثقافه جنسيه. السؤال، ليله الدخله اللي بينك وبين عمرو هل سابت اي اثار سلبيه اثرت في مسار حياتكم الزوجيه بعد كده؟ انا عارف سؤالي محرج بس ارجوك، انا عايز اخد منك اجابه عشان نشرح ونوضح كافه الابعاد بمنتهى الوضوح. كتير. ازاي؟ اي بنت عامه بتبقى عايزه انها تطور حياتها في بيتها، عايزه ان هي تبتدي ان هي يعني خارجه من مكان، عايزه تروح مكان بيتها مملكتها تقعد فيه براحتها، بتحاول انها تكون مبسوطه فيه، تهزر تضحك. كان بيقول كلام صعب ان هو يتقال شويه، ان انت بتقفل الجزء ده، او ان انت ليه يعني انت بتعملي ليه مثلا ليه كده. كان دايما حسنيش ان انا خارجه من بيت محترم. كان بيطلب مني حاجات مش معتاده انها تطلب من بنات محترمات. لا يعني انا مثلا لبست طقم، اي طقم ايا كان اللي انت بتعمليه له، لابسه ايه؟ طب لابسه ليه؟ ليه؟ ده كده قله ادب، ده كده لان انا خدت جنب لوحدي، في حاجز نفسي اتكسر فيا في اشياء في حاجات معينه. يعني هل لم تم دخول من اول يوم؟ من اول يوم دخل بيكي من اول يوم؟ اه لا كان في دكتوره. بعد كام يوم؟ 4 ايام. 4 ايام. هل كان بيستخدم العنف معاكي في الجنس؟ هل كان بيضربك بمعنى اصح؟ اه يعني في حاجات بيعملها، بيتقمص شيء في شيء، يعني شيء ممكن يشوفه بيحاول يمثله زي ما هو. حتى كان بيرضيكي؟ لا اني كنت باخد منوم. بتاخدي منوم؟ اللي هو كلمام 3 ميجا عشان تنامي. اه يبقى في نقطة هنا، امال ازاي كان بيمارس معاك الجنس؟ بعد فترة كنت تعبت وقلت لبابا انا تعبت، وكان في بدأت حاجات تحصل، وكنت بقولها، كان بابا يقول ازاي ما تنفعش انها تتقال. لقيت برضو اهلي مش واقفين في صفي شوية، ان الطلاق ومش طلاق، لا يا بنتي وانت لسه جايبة بيبي وما ينفعش، ومعنى ان انت تطلقي وتخسري بيت، البيت بيتهد في ثانية وبيتبني في كتير. وكنت بحاول ان انا اسكت، ففي حاجات ما كنتش ينفع ان انا حتى اتكلم فيها تاني. زي ايه؟ النفسية تعبت من الشخص. يعني واحدة بتقول لي أنا باخد منوم عشان أنا آسف من الكلمة، لا أمارس الجنس مع زوجي، وما كان بيمارس معاك الجنس إيه وأنت نايمة؟ نايمة. وأنت نايمة؟ أه. هل ده ساب آثار أكثر تعقيدا؟ يعني الأول قلت لي تعامل معاكي بوحشية في الدخلة، بعدين أهانك في الجنس وطلب منك ما يطلب من فتيات الليل زي ما بتقولي، وبعدين رفضت الجنس معاه فاصبح يمارس معاك الجنس وانت نايمه واخده مخدر. هو شبه هو بيقول لي حقي، هو حقي، لكن ارضاء الانسانه ليها حقوق ليها متطلبات لا. عفوا من السؤال، يعني بعض هذه الحاجات احنا بنناقشها برضو في الثقافه الجنسيه وبنتكلم فيها بوضوح وبصراحه في مجتمعنا النهارده، هل كان لدي اي مشاكل جنسيه؟ بعض الرجال عندهم بعض المشاكل الجنسيه؟ ما اقدرش احدد، بس هو كل اللي انا بشوفه هو
كان بحاول ان اتهرب منه باي طريقه، ان كانت اطلع عند ماما لان انا نزلت ساعتها حتى عند بيت والدي، حتى ولا هناك كنت حاولت احقق باي حاجه، عايزه اطلع عند ماما، انزل عند ناس تحتينا. يعني استخدام العنف في الجنس ده بيساعد الاطباء بيفسروه تفسير اخر، هل انت كان عندك تفسير ليه؟ هو مش في بعض الاحيان بيبقى عنيف، هو بيشوف شيء بيتقمصه ايا كان، في عنف في بطريقه تانية هو بيتقمص الشيء اللي قدامه، يعني ممكن مثلا يبصق عليك مثلا. هو يوم انا اسمع انجاز، هل ده خلق جواكي شعور بالكراهيه تجاهه بصراحه؟ اه انسانك كده، يعني احنا بنتكلم في 2007؟ اه من ساعه ما بابا مات، لان حسيت ان ضغط عليا في حاجات كتير، كان قال حتى كان بابا بيحاول ان هو يعني كان حاسس ان هو واقف جنبي، بعد ما بابا مات حاسس ان هو ما فيش حد ليه، بدا بقى ان هو يضغط اكتر، بدا ان هو يعمل حاجات افظع شويه. يعمل ايه؟ على اقل حاجه ممكن يعمل عليها حاجات غريبه، حاجات كتير. ازاي؟ يعني في مره بعد وفاه والدي على قدام الكمبيوتر كنت بفرج على كتب كتابي، فبدوس على الكيبورد نفستي عادي، قام جابني مش عارف وخبطني في قلب الباب وضربني بالقلم، ماما سمعت القلم عند الناس اللي فوق نزلت لي جري. ليه؟ دي فلوس دي ولا مش فلوس؟ دي انا تعبان فيها شيان فيها، انت ازاي تعملي على الكيبورد بالطريقه ديت؟ لا دوسي عليها بالراحه. بصي يا استاذ انا مش عارفه اقولها لك ازاي، بس بحس دايما انا المجنونه او مريضه نفسيه اللي هو لو انا كنت باخد المنوع، انا كنت باخد المنوع عشان ابقى في عالم غير العالم، هروب من واقع لواقع تاني خالص، بس واقع انا كان مريحني او عالم انا عايشه جواه مريحني. انت خلفتي منه اول بنت مظبوط؟ اه. في الفتره بتاعت الحمل دي كان بيقرب منك؟ اه بس انا كنت تعبانه ساعتها، كان عندي الرحم مفتوح وكان على طول البيبي سايد، فكان على طول قاعده عند والدي اكتر الوقت، قاعده عند والدي. بعد ما خلفتي البنت، يعني بيقول دايما لما الزوجين ممكن يكون في بدايه حياتهم في اختلاف، مش عارفين طباع بعض، مش فاهمين بعض، لكن لما بيجي بيبي بيقرب شويه، هل البيبي ده اللي جه او البنت اللي جت قربت ولا لا فضلت الامور زي ما هي؟ زي ما هي بتزيد، لان كانت بنتي كانت ماسكه في اهلي وماسكه فيا اكتر. هو عامه عمرو كان عامل زي شيخ الحاره شويه، يعني ينزل يصلح ده وينزل يقعد يتكلم على ده وينزل عايز يعرف ايه دوت وعايز يعرف ايه دوت، يحشر نفسه في ده او في دوت، وناس كتير اشتكوا لي منه في حاجات كتير. العيشه اللي بينهم ما كانتش عيشه طيبه، رغم المجنى عليه يعني سمعته طيبه في المنطقه جدا، متدين، معروف ان هو يعني انسان محترم ملوش علاقات سيئه او عادات سيئه، لكن هي بقوه شخصيتها وانها برضه مقعداه في بيتها كان مديها قوه عليه، قوه في تحكماتها في تصرفاتها بالنسبه له. طلبها الطلاق عدة مرات ومحاولتها الخلع قبل كده، كل ده أثر على إن هي ما بقتش طايقة العيشة. يعني ناس كتير اشتكوا لي جدا في حاجات كتير، وناس كتير قالوا لي في الشارع، وربنا يسامحهم لو ما قالوش الكلمة دي، إن هو تعبان في دماغه مش طبيعي. إيه اللي حصل بعد كده؟ إيه اللي وصلنا بقى للي إحنا وصلنا له؟ وفاة والدي. حصل إيه؟ عمرو فكر إن وفاة والدي هيتفتح له كنز، هو يعني والدي أساسا سواق. راح ولا جه سواق، اه ممكن اتمرمط شويه بره، عمل لنا قرش عشان يسترنا في بيت، يعني هو كان قبل والدي كله قعدنا كلنا في بيت واحد. بابا بعد ما مات عامه كان عمرو كان قاعد من الشغل تماما، فلوس اجازات بقى كان فلوس ورث، ما ورثتش كتير يعني، هو كان مبالغ خفيفه، بس كانت بالنسبه له ان هو ما كانش عايز يبقى معايا ولا مليم، انا عايز كذا، طب هات فلوس، لا يعني كان بابا مثلا لما كان اقول له اطلب يقول لي لا بنت الاصول ما تطلبش، يعني انا عايز مثلا ازازه برفيوم، عايزه ازازه حاجه، يقول لي بنت الاصول ما تطلبش، تعالي انت خدي مني، فعشان كده كان والدي كان بيديني باستمرار.
جيبي اللي انت عايزاه وانت معايا، ما تطلبيش منه حاجه. هو شايف حاجتك ناقصه، حاجتك زادت، هو من غير ما تطلبي يجيب. هو كنتش بطلب فعلا، دي كانت ممكن تكون غلطه، لان ما حسستوش بمسؤوليه من الاول، مسؤوليه كبيت كاسره ما حسستهوش بيها من الاول. وبعدين والدي توفى رحمه الله، ف عمرو بدا ان هو ما يشتغلش، حتى شغله الخاص ما فيش والله اعلم برضو. اما ما اقولش كان فيه ولا، لاني بعد كده بعد موته اكتشفت حاجات تانيه. اكتشفت ايه؟ ان هو فتح حضانه، هيفتح حضانه تانيه اخر الشهر. حضانه تانيه؟ حضانه تانيه. هو في اولانيه كنت انا فاتحها له. الاولانيه دي مين اللي عملها؟ خد مني جزء فلوس وخد من اخوه جزء فلوس. خد مني كام؟ خد مني 8 في 15. 8 ذهب، كان 8 الا 150 ثلاث غوايش بعتهم. 15 5 في 5 في 5. وخد من اخوه فتح حضانة. وخد من اخوه، فوجئت انه بيتصل، انا اتصلت باخوه كان في مشكله، قال لي انا مديله 15000 جنيه، بس انا ما اقدرش ان انا اقول ان انا مديله عشان اخويا. وبعدين ايه؟ ولقيته بعد الحضانه بشهرين لما فتحت. انا كده كنت عندي حضانه قبل كده، فعندي الشغل الارت والمكات انا بعمله في البيت عامه، وبعرف في الشغل حفلات. الحضانه دي فتحتوها امتى؟ الحضانه دي فتحتها بعد ما خلفتي ولا قبل ما تخلفي؟ بعد ما خلفت يوم بنتي، وبعد بابا ما توفى. بالفلوس اللي انا خدتها. على اعتبار انها ايه؟ مشروع استثماري يجيب لي فلوس؟ لاني كنت بعد ما بابا توفى كنت خلعته. كان فاضل على جلسه الخلع جلستين بس، ان انا كنت انزلهم، وكان حكم لي في الخلع. بابا ما مات؟ رفعت قضيه خلع. وبعدين؟ مثبته. قبل القضيه بجلستين، كان ساعتها كان في رمضان وكان داخل عليا السنه القضائيه، فكان بعد السنه القضائيه بقى بشهرين يعني. بشهر بنتي، هو جه يعني دخل الشقه عندنا، بنتي فتحت له انا قاعده جوه، ودخل وعايز يتكلم معايا وعايز اني ارجع الامور زي الاول. فنزل بنتي عند اخويا تحت في محل كان فاتحه، فمحمد اخويا قال لها لا اطلعي فوق تاني، يعني ما انا عندي شغل ومش ههتم بيكي، فاطلعي فوق. فالبنت دخلت على محل سرفلت السجاد، فالصباع بتاعها دخلته على المكنه اتقطع، وده اتشوه. ساعتها خدوها في المستشفيات، في المستشفى قال لي لو ما تنزلتيش على قضيه الخلع هعمل لك قضيه اهمال، لان ساعتها ما كانش حد شايفني خالص ان انا طالع عندك. ساعتها كلهم شافوني وانا في الجامعه، وساعتها كان بيجي الشارع من وقت للتاني، ما كانش حد شافه خالص عندي غير هي بنتي، ان هو كان فوق. نزلت على قضيه خلع ورجعت تاني ليه عشان ما تعمليش قضيه الاهمال. طب انت ليه رفعتي دعوه الخلع؟ هو طلقني مش عايز طلقني. ها؟ طلقني مش عايز طلقني. طلبتيها كده؟ طلق. طلبتها بعد قبل ما بابا يموت بشهرين، كان في مشكله كبيره وجيران تشهد على كده. كانت ايه المشكله دي يعني؟ المشكله مش متوافقين مع بعض. شخصيا هل مش متوافقه معايا. هل كنتوا بتضربوا بعض او بيمد ايده عليكي؟ هل انت كنت بتمد ايدك عليه؟ في بعض الاحيان كنت بحاول ادافع عن نفسي، وكان بيجيب عليا ناس كتير عيب كتير. ما تضرب؟ طب ما انا ميته تحت ايديه، ما حدش كان يسال. ممكن اعرف حدود الضرب ده كان بينكم ازاي؟ ضربك بايه؟ بتضربي بايه؟ كان ساعات ممكن في مره ابقى قاعده معاه ولوحدي، يعني ما حصلت موقف برضو كان الناس استغربته، قاعده معاه وكنت بعمل له ماسك في وشه، ف معرفش يعني ما عملت حاجه في عينه غلط يعني، غصب عني جت بتفرد الماسك عامه، فجت غلط ضربني بالقلم جامد. فانا ماسكه فيه، كنت حامل ماسكه فيه، بقول بتضربني ليه؟ راح نام عليا ورجله كلها هنا في بطني، وقعد ضرب 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 فيا، فانا زقيته غصب عني، ده وقع في قلب الترابيزه. الناس ازاي تزقيه؟ ما كان هيموتني. وعامه لما كان بيجي يتخانق معايا عامه كان يقعد يعمل لي جامد، لا كده لا كده، هو عارف ان عندي عامه دي تنفس. موضوع ضرب ده حصل فيه اعتياد بعد كده؟ كتير. كم مره يعني؟ ضربت كم مره ضربتيه؟ على طول. على طول وبصفه مستمره. هل في مره مرات الضرب بالنسبه له تعدى حدود الضرب بالايد الى استخدام اي ادوات؟ لا لا، ولا هو كان شعري او يكتم نفسي. ولا بالنسبه لك انت؟ لا ولا بالنسبه لي. مثلا باي حاجه؟ لا لا لا، ما كانش حصل المواضيع دي خالص. لا 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 خالص. يعني الضرب كله كان خلافات، لكن اصبح الضرب اعتياد. قدام الاولاد. ده شيء غريب خطير برضه. قدام الاهل، قدام امي، قدام اختي، كنا نسكت عشان كده. نسكت، الجري هيشتكي خالص.
تراجعتي عن قضيه الكولا لما هددك زي ما قلت لي انه هيعمل لك قضيه اهمال عشان بنتك صباح القطع نتيجه اهمالي فيها ورجعتوا لبعض؟ اه. ايه اللي حصل بعديها؟ رجع كان سنه كام دي؟ حوالي 4 سنين. من 4 سنين يعني 2011. وبعدين بعديها كان رجع برضه ما فيش شغل، بس كان رجع ساعتها بعربيه لانه طبعا ما كانش بيصرف عليا، ان انا يعني ما رفعت قضيه خلع كان بره البيت 8 شهور فما كانش بيبعت لي جنيه لا لبنتي ولا ليه، اللي كانت بتصرف عليا امي وكان فلوس ابويا وكان اخويا. كان لسه اخويا متعين جديد وكان هو اللي بيصرف علينا. في الثمان شهور دول بقى حصل ايه؟ هل حصل حاجه في حياتك اتغيرت؟ لا. هل دخل حد في حياتك؟ لا. غير في حياتك؟ لا. هل حسيتي انك انت عايزه تسيبيه وترتبطي بانسان ثاني؟ لا ساعتها كان لا. ساعتها كان كل كنت شايفه يومنا بتكبر يوم عن يوم، بس هو اللي انا شايفاه ان انا عايزه بنتي، عايزه احاول اشتغل، عايزه كان كل نفسي ان انا عايزه اشتغل، عايزه اجمع قرش بدل ان انا ممكن ازود اعمل حاجه ليا مشروع واكبر بنتي كان فيها. تمام. وبعدين رجعت لبعض؟ ايه اللي حصل؟ رجعنا لبعض، كان معاه عربيه ساعتها فلوس العربيه دي المفروض من حقي انا، انت ما صرفتش طب اصرف، فاقي عادي هما يصرفوا على بنتي، انا عارف ان كده كده هيصرفوا على بنتي وهيصرفوا عليكي. سكتنا، كانت نظرته انا حتى نظرتي ليه كانت صعبه شويه، انت من وجهه نظري انت فين؟ طب نعمل مشروع، ايه رايك نفتح كوافير؟ هو عارف ان انا بيرفكت في موضوع كوافير والحضانه، فانا ليا درايه اكتر موضوع الحضانه، ولان كان والدي طالب مني ان انا ما اشتغلش الشغل ده بتاع كوافير. فتحت فعلا الحضانه وكان في ناس شركاء داخلين معايا، قلت له انا مش عايزه شريك، كفايه بتاعتي انا وانت. بدات اقف فيها، بدات ان انا اشتغل فيها لحد ما حصل مشكله ان انا لا ما تقعديش في الحضانه، كنت حامل ساعتها وتعبانه. ما تقعديش، هو قعدني في فتره الحمل دي ما اقعدي وما تنزليش. تمام. بدا يمسكها وبدا طلع لي واحد، قال لي ده واحد ده شريكي واخد منه 30,000 جنيه. شيخ عندنا في المنطقه، انا ما شفتوش قبل كده. طب فين الوصل اللي انت واخد منه 30,000 جنيه ولا فين الورقه حتى ان داخل حتى شريك؟ لا ما فيش. في حين ان هو بعد اسبوع ابني قال لي ده انا واخد من الراجل دوت 1000 جنيه امانه، لو انا جرالي حاجه بتديهم. طب الراجل هياخد ال 1000 جنيه وهينسى ال 30,000 جنيه؟ هو انت بتتكلم مع واحده عقلها مش مجنونه. طنشت الموضوع، والبنات اللي حتى هناك في الحضانه كانوا حتى اصحاب ليا قالوا لي ده كذا مره نعرف ان هو الحاج دوت مش شريك وان هو موقفه كده زي بعرفان، انا حتى يمنعني ان انا اجي ان هو يبقى ليه نسبه شراكه اكبر مني، فما يتحقليش ان انا اتكلم في اي كلمه في الحضانه. تمام. سكت. بعديها جالي ان في بنت شغاله في الحضانه بدات ان هي تقول لي جوزك ما بيحبكيش، جوزك بيقول انت مش كويسه، جوزك بيقول انت ماشيه مع كذا، طب فين الكلام اللي انت بتقولي دوت؟ واجهته واخويا واجهه؟ قال لا انا ما قلتش الكلام ده، هي حاكيه كل الكلام ده للبنت. طب البنت انا ما شغلتهاش وما اعرفهاش، انا ما نزلتش غير مره واحده الحضانه، ومعلش انا لو ماشيه هروح اقول لواحده مشغلاها يوم انا ماشيه مع واحد كذا 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 لا تعرفني ولا اعرفها؟ ازاي؟ فرضا ان انا قلت، وراح مطلع لي اثنين من الشارع قال لهم ده انا ماسك تسجيلات على مراتي في قلب الشقه ولامم هدومي وماشي، ما ينفعش اقعد معاها ومش ما ينفعش اقعد معاها. حصل مشاده بينه وبين اخويا ومسكوا ضربوا بعض. كان امتى الكلام ده؟ كان برضه في خلال 4 سنين بعد ما فتحت الحضانه بحوالي شهرين. تمام. وبعدين؟ حصل مشادات بيني وبين اخويا وخلاص هديت العمليه، وقالوا لو انت مش قادر على اختي واختي شايفها ماشيه غلط طلقها وسيبها. قال لهم مش هطلق. طب ما انت شايفها انها ماشيه غلط زي ما بتقول. نزلت تاني يوم الحضانه وهاتي البنت وهات جمعت البنات كلها اللي في الحضانه، انا يا بنتي صدر مني حاجه كذا كذا، قلت عليا يعني انا جيت قلت لك ان انا ماشيه ولا عارفه؟ قلت لي لا. وقدامه جوزك هو اللي قال كل الكلام ده عليه. لو حضرتك مكانه هتدافع عن نفسك تقول ايه؟ لا انا ما قلتش. ايوه طبختوها مع بعض، طبختوها مع بعض. وعمري ده انا ما شفتوش في الحضانه، ما شفتوش يعني ساعتها انا ما شفتوش. اغمى عليا وتعبت وجابوا لي دكتور فعلا، اني كنت خلاص تعبت انت اللي بتقول عليا انا، يعني انت المفروض انا لو اتعريت انت اللي تغطيني مش حد تاني. طب قلت عليا الكلام ده؟ حتى ام بنتك، وده لدرجه ان بنتي تقول لي ده سقطي نفسك، بيقول لي الطفل مش ابني. طب فين الكلام دوت؟ لا انا ما قلتش، منكر الكلام ده ان هو ما قالش. وبعدين؟ فانا عشان ما اعملش مشكله بسكت. يعني ايه اللي بيتحكي في الشارع؟ هل ما يدور في غرف النوم بيتحكي في الشارع؟ كله اه. في غرف النوم؟ اه. يعني بيحكي كيف يمارس معاك الجنس؟ لا مش كده. انا بنام في اوضه وهي في اوضه، بقى لنا 7 سنين ما بيجيش جنبها، ماليش دعوه. نظره الناس ليا كانت نظره ثانيه خالص بقى في النقطه دي. ده كان حقيقه؟ ايه؟ انت فعلا كنت امتنعت عن ممارسه الجنس معاه بعد خلفه ثانيه؟ اه. خالص؟ لا هو كان بينام لوحده في اوضه 7 سنين
كنا في اوضه 7 سنين ولو في حاجه كان بيجي ياخدها وبياخدها. اخر 5000 جنيه كانوا معايا في البنك، كان بتوع عمليه بنتي المفروض ان انا كنت اعملهم لها ان شاء الله، كان في شهر 10 دوت. عمليه ايه المفروض؟ اللي المفروض ليها عدل الصباع دوت، لان الصباع ده كان طرف صناعي وقالوا ان هو مش هيتعمل الزرع غير في سن 18 سنه. هتعملي عمليه المفروض لبنتك؟ اه، الطرف الصناعي كان غالي 4000 جنيه كل 9 شهور. اللي هو المتحرك اللي هو بلون الجلد. فقلنا مش هنعملها دلوقتي لان هو كده كده كان اخر صباع في ايدي الشمال. وبعدين؟ فما كانش برضو قوي يعني الفرق معانا قوي. فقلت ان انا هعمل العمليه ديت. الفلوس دي ما كانتش حتى بتاعتي، دي كانت بتاعت اختي وهي اللي حطها لي في البنك. قالت لي دي بتاعت عمليه بنتي وماما حطتها لي برده معاها. فان انا كنت اعملها، طب فين المصاريف؟ طب لا نروح نسحب من البنك، اصل العربيه واقفه، اصل فلوس شغلي مش عارفه المها، اصل الشغل واقف. طب الحضانه دي مش شغاله ما بتجيبش فلوس؟ يقول لي ما فيش فلوس فيها، ده فيها حوالي 3-4 اطفال. اروح بالصدفه يعني، بالصدفه الاقي ما شاء الله يعني في اطفال كتير. لا اصل المدرسين مع الايجار مع الدادات. طب انت حضانه مش شغاله، جايب لي 3 دادات وجايب لي 3 مدرسين ازاي؟ لو انت كمان بتقولي انك اكتشفت انه بيعمل حضانه ثانيه بعد كده. اكتشفت بعد موضوع القتل دوت. كان يوم الاربعاء حصل موضوع القتل، يوم الخميس فوجئت من الولد تحت في الحضانه بيقول لي طب ما تشوفيه في الحضانه الثانيه. قلت له حضانه ثانيه انهي؟ قال لي في حضانه ثانيه عند حته اسمها المشحمه. قلت له هو كان فاتح حضانه ثانيه؟ قال لي اه. يعني انت كنت مأثر على بيتي سنه بحالها من غير مصاريف اكل شرب، طب ما تقول لي ان انت هتفتح، ما هتفتح حقها سعد ان انا هقف حتى وهبقى فرحانه، ما هو كله اكيد هيبقى لبيتي. خد ال 5000 جنيه بتوع العمليه وبعدين؟ خدهم 2000 في 2000 في 1000. وبعدين؟ بدات ان انا كنت نازله شغل المفروض في مدرسه، حضرت ورقي، استنى لما عملت ورق كله وصرفت كل الفلوس من اللي معايا اللي هي على الورق، قال لي ما فيش شغل. واتقابلت كمان، يعني اتقابلت مش مشرفه، يعني انا لسه ما كملتش كليه المفروض ان انا هنزل مشرفه. لا في ناس صحابي لما عرفوا ان المدير كان بتاع المدرسه احنا اللي شغل الارت وشغل الماكتات وشغل الشوهات، قال لي لا تنزلي مدرسه بتاعت كيجي. فنزلت مدرسه كيجي. المفروض هو يوم واحد اللي انا اروحه وبعد كده اكمل. قال لي لا اقعدي مش هخليك تمسكي مليم واحد في ايدك. واهتمي ببيتك مش اهتمي ببيتك. فخلاص اوكي اديني قاعده، المفروض انت بقى انت قعدتني اصرف. برده ما كانش فيه خالص. جيت ارفع عشان موضوع الخلع تاني، بحيث ان انا كنت هرفعه في شهر 2 اللي فات. ناس كتير وقفوا قدامي قالوا لي اصبري حتى لما موضوع محمد اخوكي يتجوز ويمشي، بحيث ان حتى الجواز بتاعه يتم ما يبقاش ان هو هيخرب بيت وهيعمر بيت، فدي هتبقى تاثر على نفسيته. استنيت شهر 6 فعلا لحد ما اخويا ان هو حتى يتجوز. جيت ارفع الخلع قالوا لا اصبري السنه القضائيه. مع شهر 10. بعد شهر 10 انت كده كده هترفعيها ما هيش بقى ليها لازمه، لسه السنه القضائيه ولسه رمضان. استنيت. حصل مشكله في اوائل رمضان، كان برضو مع اهلي وانا لقيت كمان عيالي بداوا ان يقولوا لخالهم يا ماما يا بابا. ايه بقى المشكله؟ المشكله ان لقيت اهلي متحملين فوق طاقتهم ما اتكلموش، بس لقيت اهلي بيصرفوا وابوهم ما فيش بيبعت لي كان كل اسبوع 150 جنيه. انا ابني عنده تعب في معدته. بيبعت لك ازاي؟ مش عايش معاكي؟ لا كان ساعتها مشي من البيت من شهر 2. يعني هو ساب البيت شهر 2 لغايه شهر كام؟ لحد شهر اول 10 ايام في رمضان. لغايه اول 10 ايام في رمضان. تمام. يعني من شهر 2 لغايه شهر 6 تقريبا 4 شهور. بدا ان هو ما يبعتليش غير 150 جنيه في الاسبوع. على ذمته ما بيصرفش ولا على بنتي يعتبر، لان احنا لو حللناها ال 150. وانت قاعده فين بقى؟ في بيتك ولا بيت؟ ما احنا ما هي لا احنا بيت عيله. انا اول دور وماما ثالث دور. هو راح يقعد فين؟ شويه في الحضانه، شويه في بيت والده، شويه عند اخوه. تمام. المشكله ان هم كانوا اخواته بيساعدوه. وبعدين؟ يعني احنا مش عايزينها. بدات ان انا طب ال 150 بكلم ناس، كان في وسيط بينا يعني ربنا يديله الصحه، كان في وسيط بينا يا حاج دلوقتي ال 150 ما ينفعوش، يتحمل مسؤوليته، انا مش عايزه منه مصاريف. 150 كانوا بالظبط على اللبن بتاع ابني والريري، حتى مش جايب كمان ثمن الكادلس. طب اخويا دوت اللي هي بيتجوز وبيحضر، ولا امي اللي بتساعده، ولا بتساعد اختي اللي لسه صغيره بنت، ما هو في لود كبير عليهم. ما تطلبيش، احنا متكفلين. بس برضه حتى لو حتى قال ان هم متكفلين، برضه انت على نفسك تعبان، انت مش بتبلي حد بحد تاني، يعني 3 اشخاص المفروض احنا طالعين منهم مش مالهمش ان يصرفوا علينا، بيصرفوا عليهم. فكانت صعب. بدات ان اتكلمه مره، كلمني وحش، هو ده اللي عندي، عاجبك على كده عاجبك. طب انا عايزه بس انا عايز اعرف اساب البيت في شهر 2. كنت انا بقى ايه قاعده في مره وقلت له عايزه فلوس انزل اجيب حاجات للمطبخ ناقصه كتير.
كان نازل يوصل بنتي الدرس او كان نازل يودي بنتي الدرس، قال لي مفيش. فوالدتي نازله قالت له يا ابني ما تعملش مشكله معاها، انت واخد الولد واخد البنت وهي هتنزل اخر الشارع بتاعنا هتجيب الطلبات، بدل ما تنزل تجيب وتشيل على قلبها ابنها تنزل تجيب وهي فاضيه كده وتيجي بسرعه. قال لا بمزاجي. ساعتها كانت المشاكل بتتراكم تتراكم تتراكم، فعارف ان انت كان كل حاجه سوداء قدامك، ان انت عايز تهج من اللي انت فيه، انت هتهج. مشيت من البيت، كان يوميها الساعه 7، رحت للمحاميه قابلتها وقعدنا نتكلم مع بعض وهتعملي، قلت لها حاولي اخلعيني، حاولي باي طريقه كانت طلقيني منه، انا مش عايزه منه حاجه. بدات ان انا اروح للمحاميه ومشيت معاها وروحت البيت فعلا وكلمت ماما، هو ما اتصلش بيا حتى، انت رحتي فين ولا جيتي منين؟ اتصلت بوالدتي قلت لها انا كذا 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 ومش هطلع البيت، انا في البيت اللي جنبهم، يعني انا في البيت اللي جنبهم مع المحاميه دي في البيت اللي جنبي، مش طالعه البيت ده غير لما ينزل من البيت. انا مش هينفع اقعد مع انسان زي ده. وبعدين؟ ده ولا متحمل حاجه ولا حاسس بحاجه ولا همه اي حاجه. فعلا ماما نزلت، احنا كده كده عاملين نسخه المفتاح لماما، لان انا ساعات عندي التنفس بيضيق خالص فبقع من طولي في بعض الاحيان، ساعات ما بيبقاش موجود. فماما ما تنادي عليا ما بتلاقينيش او في الانتر كام ما تلاقينيش، تروح نازله لي على طول فاتحه وداخله. دخلت فتحت وقلت له عمرو دينا مش هتطلع البيت، المشكله اللي انت عملت مشكله وانت السبب فيها، ودينا بتقول انت هتذلها بالفلوس، دينا مش طالعه البيت غير وانت بره. ماما دخلت بتقولي انا استغربت لما دخلت لقيته نايم وكوبايه العصير جنبه ومتغطي، ولا هو هنا ولا عارف مراته فين ولا رايح فين. وبيتصل بالمحاميه بعد ما نزل بيوم بيقول لها انا كنت كمان نازل اعمل لها محضر ان هي انا مشيت وسابت البيت. طب انت نزلت تعمل لها محضر، انت عارف هي كان فيها ايه اساسا؟ طلعت الساعه 2 بالليل فعلا ماما طلعتني وقعدت في الشقه. لا سال ولا قال ابنك بيتعالج، ابني بيتعالج كده كده عند دكتور في مدينه في مصر الجديده وليه المفروض علاج شهري، ولا الهوا. سبتها على ربنا سبحانه وتعالى، حتى ما قلتش لاهلي ان ليه علاج شهري. سبتها على ربنا. انت فين؟ وساب البيت. ساب البيت. من ساعتها؟ اه. امال رجعت لبعض ازاي؟ ما بقول لحضرتك كان حصل مشكله بيني وبين اخويا ان انا عايزه اتطلق، واخويا كان وصل مرحله الموضوع كبير عليه. او حس ان الدنيا واسعه عليه، الامر كان صعب بالنسبه لي ان انا اخرب بيت اختي بايديا. فكان بيحاول معايا وماما كانت بتحاول معايا وبتحاول، اكيد لا في حاجه معموله لكم، اكيد لا في ناس بصلكم، الشقه دي انتم ساعه ما نزلتوها العين عليكم، الشقه واسعه والتوضيب اللي وضبتوه. بس الحياه كانت بينا شبه انها واقفه، ما كانش حاضر قادر، ما حدش كان قادر يفهم النقطه دي. وبعدين؟ بدات لا طب المشكله ان انا انت عايزه تطلقي ليه مش تطلقي ليه؟ ف كان المشكلة بدأت بقى ان في شهر 2 انا كنت عايزة اطلق، ان خلاص وصلت لمرحلة وحشة، وان كمان كان في كنت عايزة اتجوز. يعني ظهر شخص ان ما فيش مشكلة بس بعد ما مشي. مين بقى الشخص اللي ظهر في حياتك؟ كان صاحب اخويا. اسمه ايه؟ حمادة. حبيبي حمادة. كان شخص محترم معايا. حمادة قرب منها، بدأوا انسجموا مع بعض. العلاقه الجنسيه والزوجيه رجعت طبيعيه؟ العلاقه الجنسيه كانت مكسوره من اول يوم. يعني اغتصاب يعني؟ حاجه زي كده. يوم ما قتلت يا عم احكي لي ايه اللي حصل؟ بقول له في ايه؟ بيقول لي تعالي احكي لي موضوع حماده ده ايه؟ بابا وماما ماسكين في بعض وماسكين ساكتين لبعض. ليه تطلبي فلوس؟ ما عندكيش دم ان انت تحسي بيا. تتفق مع واحد على جواز وارتباط وانت لازم تراجع. شتيمه بالام وبالاب وسب دين، فلقيته هو جاي ورايا وجايب سكينه فعلا لورا. ضربه واحده في منطقه البطن. بدا ان هو ماسك السكينه بايده وهو هنا خانقني بايده ورجله كلها هنا. بدات السكينه تيجي فعلا عند جنبي، السكينه سنها كانت نازل هنا. قعدت على حياته في ساعتها بعديها ما طلعليش انا صوت. مش عارفه تعمل ايه؟ خرجت وقفلت الباب زي ما هو نايم في الارض. بدات تسحب الجثه من كتفها من ورا. هو رحت جبت اسمنت وكده محدش هيعرف.